همسة لكل موظف مؤتمن ساق الله له رزقا وجعل له مالا حلالا في مقابل عمل يؤديه ووقت يحضر فيه ومهمة يؤديها وينجزها وأعمال هو مكلف بها. الرسالة تقول في همسة واضحة: عبد الله، أحيي هذا المعنى الجليل في قلبك، وهو أنه سبحانه وتعالى يراك، ولست بحاجة إلى سؤال سائل أو متابعة متابع أو مراقبة رقيب أو محاسبة محاسب، وقد علمت أن الله معك. عاش أقوام أبرأوا ذممهم وأدوا بإخلاص أعمالهم وقضوا نحبهم وأقبلوا إلى ربهم حيث لم يكن رقيب ولا حسيب ولا متابع ولا سائل، لما أحيوا هذا المعنى في قلوبهم. واحتالت فئات أخرى واحتال أقوام آخرون رغم وجود الأنظمة الصارمة والرقابة والمتابعة، فإن الشيطان لن يعدم حيلة ولا التفافا ولا مخارج ملتوية ذات اليمين وذات الشمال، وسيبقى المستقيم على صفاء وطهر يحاسب الله قبل أن يحاسب المسؤول والمتابع والرقيب. إحياء هذا المعنى يا كرام مطلب شرعي عظيم.